التمكين الاقتصادي والسياسي من أجل بناء مجتمعات متماسكة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، شعار ندوة جهوية ببني ملال تسلط الضوء على الدور البارز للنساء في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذا اللقاء اللي هو اليوم بشراكه مع برنامج التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه الدامجه بجهه المدن الخنيفره، اللي غادي نسلطوا فيه الضوء على مسارات قيادات نسائيه بارزه على مستوى الجهه سواء في المجال السياسي والاقتصادي. وأبرز المشاركون في الندوة أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتمد بالأساس على تعزيز ولوج النساء إلى المعرفة والمساهمة في تنزيل المبادرات والأفكار إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب ابتكار طرق جديدة في المواكبة الاقتصادية والسياسية. لا يخفى عليكم أنه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة هو يعني بوابة والآلية مهمة من أجل المحاربة ديال الظاهرة ديال العنف القائم على النوع الاجتماعي. المغرب يعني قام بمجهودات كبيرة جبارة في هذا الباب. هذا وفتح اللقاء نقاشا موسعا بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضايا المرأة والتنمية بهدف المساعدة في رصد ومتابعة التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية النساء.